في الاول انا كنت نائب الرئيس ديال الاتحاد الافريقي للملاكمة، وكان في 2016 كان وقع واحد الاشكال في بطولة افريقية للملاكمة اللي عليها تقرر توقيف رئيس الاتحاد الافريقي للملاكمة، واللي من موراها خدت انا هذيك الساعة النيابة ديال الرئاسة ديال الاتحاد الافريقي للملاكمة. ومن بعد في الانتخابات الاخيرة ديال موسكو حطيت ترشح ديالي للرئاسة ديال الاتحاد الافريقي، والحمد لله نجحت في هذوك الانتخابات. يمكن نستغلوا المنصب ديال رئاسة الاتحاد الافريقي في بزاف ديال المجالات، يعني كما قلنا نقدروا كيكونوا تربصات افريقيه، يعني تكوين فريق افريقي، يكونوا اجتماعات مع البلدان الافريقيه في المغرب، يكون التأطير ديال الكثير من الدول الافريقيه بأطر مغربيه، بحيث انه يمكن تكون هناك شراكات ما بين المغرب والدول الافريقيه اللي نقدروا نعطيوهم، نقدروا نترانسفيريو لهم الاكسبيريونس ديال المغرب في مجال الملاكمه. من جهتي كنشوف بانه عندنا فريق شاب، بحيث انه يمكن 80% ديال الملاكمين اللي في الفريق الوطني حاليا ملاكمين شباب عندهم واحد تجربة متوسطة، واللي يمكن في سنة يقدروا يرفعوا من المستوى ديال المستوى التقني ديالهم، ويقدروا يديروا نتيجة جيدة في طوكيو. رئاسة الاتحاد الدولي للملاكمة بالنيابة اللي غتقدر تكون ما بين 6 شهور حتى 9 شهور، لان القانون كيحت انه الرئاسه بالنيابه ما تفوتش سنه. دونك في هاد السنه غنحاولوا اللي هو مستعجل هو حل المشاكل اللي لازالت عالقه ما بين الاتحاد الدولي للملاكمه واللجنه الاولمبيه الدوليه، حيث انها اللجنة الأولمبية الدولية كانت طرحت العديد من التساؤلات على مستقبل الملاكمة، الجامعة الدولية للملاكمة، وكانوا عندها 4 ديال الأسئلة اللي مهمين، اللي هما التحكيم، الدوباج، ولا الفينانس، والغوفرنانس. يعني هذوما 4 المحاور اللي كان عليهم النقاش، وحنا الآن كنحاولوا كنعطيو جميع التبريرات وجميع الأجوبة للأسئلة اللي كتحط اللجنة الأولمبية الدولية. بالنسبة للملاكمين المغاربة، يعني لحد الآن ما عندناش ملاكمين مغاربة كانوا كيستعملوا المنشطات. فعلا كانوا 3 ديال الحالات اللي للأسف بثلاثة كانوا الملاكمين مؤهلين لريو دي جانيرو. واحد فيهم اللي أنا كنت مكلف شخصيا بالملف ديالو اللي كان كلفني به الرئيس، اللي هو الملف ديال الملاكم العرجاوي، واللي الحمد لله قدرنا أن نقنعوا اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات بأنه كان غير مشكل يعني طبي ماشي مشكل ديال المنشطات، وعطينا جميع الوثائق اللي تبتات بانه محمد العرجاوي ما كانش كيتعاطى المنشطات، بل غير كان كيتداوى بادويه اللي كانت فيها مواد محظوره من اللجنه الاولمبيه لمحاربه المنشطات. للاسف الملاكمين الاخرين ما انا ما طلعتش على الملفات ديالهم بصراحه، لانه انا ما كنتش مكلف بهم، كنت اسف يعني صراحه، يعني كان ممكن انه نقنعوا
اللجنة ديال مكافحة المنشطات أنهم ونعطيو البراهين بأنه هاد الملاكمين يعني يمكن تلقاو هاد المواد في ذاتهم عن خطأ، ماشي بأنهم، لأنهم متيقن بأن هاد الملاكمين ما كانوش كيتعطاو المنشطات.